معصرة مجاجية هي الأخرى كانت حاضرة بإنتاجها الوفير في زيت الزيتون وزيت الضرو وخل التفاح بطرق تقليدية طبيعية خالية من أي مواد كيميائية. لا برودكسيون تاعنا عندك زيت زيتون، عندك زيت الضرو وعندك خل التفاح. كيما خل التفاح نخدموه 100% تفاح، تسمى حنا نخمروه وحنا نعصروه، وعندك الزيتون نخدموه ثاني 100 برودوي شيميك بيو، تسمى ما نديرو ني بوطاس ني كونسيرفاتور ني ريان، تراديسيونال ترقى تاع زمان. بون في انتاج الزيت الزيتون دوك عندنا 20 سنه. شركة هيلت داي جلوبال من جهتها أيضا شاركت في معرض وهران، شركة ناشئة متخصصة في صناعة مواد الحمية والسيلياك المفقود بالسوق الوطنية، والذي تسعى الشركة من خلاله إلى توفير موادها عبر القطر الوطني وتصديرها إلى ليبيا. شركة ناشئة في الجزائر، نحن شركة متخصصة في صناعة المواد الحمية خاصة بدون غلوتين. السيلياكي الآن في الجزائر يعاني في صمت في ظل غياب يعني ندرة المنتج النهائي، خاصة الأرز اللي أصبح يعني غالي جدا. نحن نعاني، نحن أيضا يعني الصناع نعاني بأسباب الاستيراد، يعني المواد الأولية غير موجودة يعني في ظل البحث عنها من مكان إلى آخر. الحمد لله احنا باستطاعتنا نوفر هذه الأشياء في القطر الجزائري، وإحنا عندنا أفكار يعني وآمال كبيرة في تصدير إلى ليبيا.